بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نلعب طريق الأساطير. تشكيلة عملاق وبيكا وبعدين نشوف الوضع ضد ستيفاني ضد بنت. ياشين حركات المباني ذي يمين بالله مقرفة. تحط لك المبنى، يحط لك المبنى أي مكان يسحبك، شيء سيء جدا. كلبة إن شاء الله ما تجيب المدفع الثاني، ولو إنه لو جابته يعني ما راح استغرب. كريهة مرة الحركة هذه. مرة كريهة مرة طبعا. يعني هوك سايكل ما يحتاج اكيد، يعني معروف هوك سايكل كيف غثيثة. واحد طفش من هذه اللعبة من جد، مهما تطقها وين ما تطقها عوجة. يا الله يا دمار أعصاب، دمار نفسي، تدمير بطيء للأعصاب، تدمير القوى العقلية. حقيقي يعني مثلا هذا ايش فيه؟ سلامات يا ابو، وين رايح انت؟ بيكا مني بيكا ومجنايت.
الواحد طفش والله، والله طفشت. هذا مثلا مش ممكن يكون كرة نار الآن ولا إيش؟ جهز الأسهم للهياكل أو حلو، خلصنا المباراة. يلا العب يا حمدان. كيف ساحرين؟ وفالكري الله يعين. حلو روعة. هذه المباراة المثالية. لا 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 لا. لازم وساخة، لازم نجاسة، لازم استقعاد، لازم حركة كذا. ايش في مراية وخنزير والله، وبرابرة لا تنسون البرابرة. فالله يعين، في برابرة معانا وفي مراية، في فالكري الآن بيلعب فالكري. طيب شي الحمد لله عدت على خير الحمد لله. طبعا يعني هذه المباريات خلاص تخليك تقول انا ما اقدر يعني اكمل، وانا صراحة ما اقدر اكمل كذا. الى اللقاء، السلام عليكم. الساعة 2:00.